السلام عليكم، مرحبا بكم في القسم الثالث من مقدمة في الشبكات اللاسلكية. في هذا القسم سنتحدث عن منظمات لتقنين الشبكات اللاسلكية. لكون الشبكات اللاسلكية معرضة للتداخل، فإنه لابد من وجود تنظيمات وقوانين تحكم هذا التداخل وتحكم استخدام الشبكات اللاسلكية بما يخدم مصلحة الجميع. هناك عدة هيئات عالمية تتحكم في الشبكات اللاسلكية وتتحكم في السبيكترم والراديو فريكوانسيز لمنع التداخل بين هذه الإشارات وتحقيق الفائدة القصوى لجميع المستخدمين. سنتحدث في هذا الدرس عن 5 هيئات أساسية لتنظيم الشبكات اللاسلكية. أول هذه الهيئات هي الـ IEEE أو الـ Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEEE هي منظمة غير ربحية تحتوي على أكثر من 400,000 عضو في 160 دولة. هدفها بشكل أساسي هو تشجيع التقنية والاختراع والامتياز بما يخدم الإنسانية، أو من ناحية عملية هدفها الأساسي هو إنشاء القوانين والأنظمة التي تستخدم في الاتصال والتي يجب على المصنعين اعتبارها عند تصنيع الأجهزة اللاسلكية أو أجهزة الاتصالات بشكل عام. IEEE تحتوي على عدة مجموعات عمل، أشهرها هي IEEE 802، وهي مجموعة عمل مختصة بالشبكات، وقد قامت بوضع القوانين والبروتوكولات التي تحكم مناحي مختلفة في الشبكات. فمثلا هناك 802.1 وهي التي تحكم القوانين أو البروتوكولات الخاصة باللان، وأشهر الستاندردز هي 802.1X والمختص بالأوثنتيكيشن والأوثرايزيشن للمستخدمين على الشبكات. هناك أيضا 802.3 المختص بشبكات الإيثرنت، وهناك 802.11 والخاص بالشبكات اللاسلكية والتي يتمحور عنها نقاشنا في هذا الدرس. هناك أيضا 802.15 وهو المختص بالشبكات الوايرلس لان بيرسونال اريا نتوركس أو الشبكات اللاسلكية الشخصية، وهناك 802.16 والخاص بالبرودباند وايرلس أكسس مثل الواي ماكس وما شابهها. في هذا الدرس سيكون تركيزنا على 802.11 وهو البروتوكول الخاص بالشبكات اللاسلكية. لننظر نظرة أقرب على البروتوكولات 802.11. 802.11 Work Group قامت بإنشاء العديد من البروتوكولات بداية من عام 1997 إلى الآن، وهي مجموعة عمل نشيطة جدا وتقوم بإنتاج البروتوكولات من حين لآخر. بدأت البروتوكولات 802.11 في عام 1997، وقد كانت السرعات في ذلك الحين هي 1 أو 2 ميجابت بير سكند. وفي سبتمبر عام 1999 قامت مجموعة العمل هذه بإقرار البروتوكول 802.11a والبروتوكول 802.11b. 802.11a بروتوكول يعمل على الباند 5 جيجاهرتز ويعمل بسرعات تصل إلى 54 ميجابت بير سكند. أما البروتوكول 802.11b فهو يعمل على الباند 2.4 جيجاهرتز ويعمل بسرعات تصل إلى 11 ميجابت بير سكند. من حيث الانتشار، كان الانتشار الأكبر للبروتوكول 802.11b، وذلك بسبب الأسعار المتدنية للشيبسيت الخاصة به في ذلك الحين، ولكون الباند 2.4 جيجاهرتز مصرح به في أغلب الدول، ويستطيع التنقل إلى مسافات أعلى من الباند 5 جيجاهرتز. في العام 2003 حدثت طفرة كبيرة في مجال الاتصالات اللاسلكية، وذلك بإقرار البروتوكول 802.11g والذي يعمل بسرعات تصل إلى 54 ميجابت بير سكند على الباند 2.4 جيجاهرتز. لقد ضمن هذا البروتوكول انتشاراً واسعاً للشبكات اللاسلكية على مختلف الأجهزة، اللابتوب والسمارت ديفايسز والموبايل فونز، وكان له قبول واسع بين مختلف المصنعين. في العام 2009 قامت IEEE بإقرار البروتوكول 802.11n والذي يعمل بسرعات تصل إلى 600 ميجابت بير سكند. ومن الغريب أن الشركات المصنعة بدأت بتصنيع التشيبسيت أو الكروت التي تعمل وفق النظام 802.11n حتى قبل إقراره من قبل IEEE. الطفرتان الأساسيتان الخاصتان بالبروتوكول 802.11n هو إقراره بإمكانية إرسال عدة ستريم إلى نفس المستخدم، أو ما يسمى بمبدأ المايمو، أي أنه بإمكان المرسل إرسال عدة ستريمز أو تدفقات إلى نفس المستخدم باستخدام طرق مختلفة في الهواء. والطفرة الأخرى هي إقراره لاستخدام شانلز بباندويث يصل إلى 40 ميجاهرتز، أي أنه بإمكانك إرسال 4 ستريمز إلى المستخدم، وكل ستريم يعمل بسرعة تصل إلى 150 ميجابت بير سكند، أي أن المجموع هو 600 ميجابت بير سكند للمستخدم. بالنسبة للشركات المصنعة، فإن أقصى ما تم تصنيعه حتى الآن هو 3 ستريمز
بسرعة تصل إلى 150 ميجابت بير سكند بير ستريم، أي أن السرعات الموجودة حاليا هي 450 ميجابت بير سكند، بينما يسمح الستاندرد بسرعات تصل إلى 600 ميجابت بير سكند. ومؤخرا في عام 2013 قامت اي تريبل اي بإقرار الستاندرد 802.11ac، والذي يسمح بباندويث يصل إلى 160 للشانل الواحدة، وبعدد من الستريمز يصل إلى 8 ستريمز أو 8 تدفقات من المرسل إلى المستخدم. الستاندرد 802.11ac تم تقسيمه إلى مرحلة أولى أو ويف 1 ومرحلة ثانية أو ويف 2. المرحلة الأولى تسمح بباندويث يصل إلى 80 ميجاهرتز، والكروت الموجودة في السوق تعمل إلى حد 3 ستريمز، مما يعني أنه بإمكانك إرسال 3 ستريمز بسرعة تصل إلى 433 ميجابت بير سكند لكل ستريم، أي أن السرعة يمكن أن تصل إلى 1.3 جيجابت بير سكند للكرت الواحد. بعد الحديث عن IEEE نتحدث الآن عن الواي فاي ألايانس. الواي فاي ألايانس هي منظمة أنشئت عام 1999، وكان اسمها هو ويكا أو Wireless Ethernet Compatibility Alliance. هدفها الأساسي هو ضمان التوافق بين الشركات المصنعة، مما يخدم انتشار الشبكات اللاسلكية. فيما بعد في عام 2002 تم تغيير اسمها إلى واي فاي، وقد وصل عدد الأعضاء فيها إلى أكثر من 600 شركة، والهدف الأساسي منها هو ضمان التوافق والعمل فيما بين الشركات والمنتجات. لقد بلغ عدد المنتجات المعتمدة من الواي فاي إلى أكثر من 18,000 منتج، وهذا ساعد على انتشار الشبكات اللاسلكية كمنتج معتمد عالمي من قبل جميع الشركات وموثوق من قبل المستخدمين. بمجرد أن يتم اعتماد أي منتج، فإن الواي فاي تقوم بوضع اللوجو الخاص بها أو الختم على المنتج، مع ذكر البروتوكولات أو الستاندردز التي تم فحص المنتج من خلالها. فمثلا قد يكون المنتج معتمد من قبل الواي فاي وفقا للبروتوكول 802.11a b g n and a c، او يمكن ايضا ان يكون المنتج معتمدا ك 802.11a b g and n. من الملاحظ بخصوص البروتوكول 802.11n ان واي فاي بدات باعتماد المنتجات قبل اقرار الستاندرد من قبل الاي تريبل اي، وفي هذه الحاله يتم التنبيه على ان هذا المنتج معتمد كدرافت ان، اي انه تم اعتماده قبل اقرار الستاندرد من قبل الاي تريبل اي. المنظمة الثالثة التي تساعد في إقرار القوانين الخاصة بالشبكات اللاسلكية هي الـ IETF أو الـ Internet Engineering Task Force، وهي عبارة عن تجمع عالمي للمصممين، المشغلين، المصنعين والباحثين، وهدفها وضع القوانين الخاصة بالإنترنت الـ IP Protocol والتطبيقات الخاصة به كالإيميل والـ HTTP. تحتوي الـ IETF على مجموعات عمل مختلفة، وتقوم بإنشاء Request for Comments أو RFCs. هذه RFCs قد تصبح لاحقاً Internet Standards معتمدة عالمياً من قبل كافة المصممين والمصنعين. تقوم IETF بالاتفاق مع IEEE على تقسيم الستاندردز والبروتوكولز بينهما، فبينما تختص IEEE بالبروتوكولات الخاصة بتصنيع المنتجات، تقوم IETF بإقرار الستاندردز الخاصة بالـ IP بروتوكول والإنترنت والـ HTTP والأبليكيشن لاير بشكل عام. المنظمة الرابعة التي تقوم بإقرار القوانين الخاصة بالشبكات اللاسلكية هي الـ ITUR أو International Telecommunication Union Radio Communication Sector. الهدف الأساسي من هذه المنظمة هو تنظيم التردد الطيفي في العالم، وتقوم بتقسيم العالم إلى 5 مناطق تنظيمية، هي المنطقة الأولى أو المنطقة A وتشمل أمريكا الشمالية والجنوبية، المنطقة B وتشمل أوروبا الغربية، المنطقة C وتشمل أوروبا الشرقية وشمال آسيا، وبشكل أساسي تشمل الدول المنضوية تحت الاتحاد السوفيتي سابقا، المنطقة D وتشمل قارة أفريقيا، وتشمل أيضا الدول العربية في القارة الأفريقية، المنطقة E وتشمل بقية آسيا وأستراليا، وتشمل كذلك الدول العربية في قارة آسيا. عدد الدول الأعضاء في الـ ITUR يصل إلى 193 دولة، وهناك قائمة بها على الإنترنت، وفي هذه القائمة يمكنك رؤية المنطقة التنظيمية التي تتبعها كل دولة. بالإضافة إلى المناطق التنظيمية الخمسة التي ذكرناها سابقا، فإن الـ ITUR
تقوم بتقسيم العالم إلى 3 مناطق من حيث تقسيم التردد الطيفي وتنظيم الترددات بينها. المنطقة الأولى تشمل أوروبا، أفريقيا، الشرق الأوسط غربي الخليج العربي بما فيه العراق. المنطقة الثانية تشمل الأمريكيتين. المنطقة الثالثة تشمل آسيا، إيران والمناطق شرقي إيران وأغلب المنطقة المعروفة بأوشينيا. هذه الخريطة توضح التقسيمات الثلاثة وتوزيع الدول بين هذه المناطق الثلاثة. بينما تقوم ITUR بوضع القوانين التي تحكم التردد الطيفي في العالم، فإن كل دولة لديها هيئة مختصة بوضع القوانين الخاصة بالشبكات اللاسلكية مثل الترددات، قوة الإشارة وطريقة الإرسال والبروتوكولات المستخدمة في الإرسال أو الموديوليشن الخاص بالشبكات اللاسلكية. فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، الهيئة التنظيمية الخاصة بالشبكات اللاسلكية اسمها FCC، وتقوم بإقرار القوانين الخاصة بتصنيع واستيراد الشبكات اللاسلكية في الولايات المتحدة الأمريكية. في أوروبا، الهيئة الخاصة بإقرار القوانين الخاصة بتصنيع واستيراد الشبكات اللاسلكية هي ETSI أو ETSI، وكذلك الحال في الدول العربية، حيث أنه في كل دولة هناك هيئة خاصة بإقرار القوانين الخاصة باستيراد الشبكات اللاسلكية. فمثلا في المملكة العربية السعودية هناك هيئة تنظيم الاتصالات أو CITC، وكذلك في مصر هناك هيئة مختصة تسمى NTRA وتقوم بإقرار القوانين الخاصة باستيراد الشبكات اللاسلكية. قبل أن يقوم أي فرد أو مؤسسة باستيراد منتجات خاصة بشبكات اللاسلكية، عليه التحقق أن هذه المنتجات متطابقة مع المتطلبات في الدولة، وذلك بالدخول إلى المواقع الخاصة بهذه المتطلبات والتحقق من التوافق والتحقق من القوانين الخاصة باستيراد الشبكات اللاسلكية. وبهذا نكون قد أتممنا القسم الثالث من درس مقدمة في الشبكات اللاسلكية، وشكرا لكم.